تشهد محلات الحلاقة في الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً من طرف المواطنين استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، ولأن الجزائريين يبحثون عن الأناقة يوم العيد، فتجد العديد منهم يبحث عن آخر التحليقات العصرية وحتى التنقل لأحسن الحلاقين. الإقبال كبير يعني في الفترة هذه، صرتوا السمانة الأخرى تاع العيد، صرتوا الناس قاعدة تحب تعيد، تحب تحفف، تحب تدير تحليقات مودرن جديدة كيما لي ديغرا ديلي تايبر، كاين سما شباب، كاين مام ناس كبار يحبوا يحفوا عندنا هنا في المحل، وخاصة في الفترة تاع العيد يجونا مام الناس يجونا من بلايص بعاد يعني يشقاو على جالنا يعني باش يديروا هكذا كوبات دي كوب مودرن. المهم معنا هي الشهر الفاضل وحلول العيد المبارك. من السنن التي وردت هي الانسان يحضر نفسه خصوصا من ثياب ولا من الحلاقه وتقليم الاظافر، وبهذه المناسبه جينا هنا عند خونا ياسين باش نحفوا ان شاء الله تحضيرا للعيد. انا نشخاولو من عين نعجه، و انا خدمتي بوكو بلوزيار بلاي، بصح ما نحف في حتى بلاصه، ندور ونجي غير عند ياسين. لازم العيد لازم واحد يخرج الشباب. اقبال الزبائن الكبير دفع باصحاب صالونات الحلاقه العمل حتى ساعه متاخره من الليل للتقليل من الضغط عليهم. مناسبة العيد هذه عدنا نخدموا فيها حتى لثلاثة هكاك زوج على حسب الغاشي خو، وقتاش نحبسوا نخدموا حتى المغرب خو على السبعة هكذاك السبعة ومعاها قبل ما يأذن نروحوا ما نولوا ما فطرنا ما نولوا. بون نبداو على الوحدة نكملوا جوايا قبل المغرب، ما نعاودوا نولوا مول المغرب على حسب الخدمة، راك فاهم؟ على حسب الخدمة دي فوق ثلاثة الربعة. ويا متوالف الناس دائما تحب تحفف يا متوالف. وانا جيت نحفف الثيام قبل العيد على بالي بلي غاشي وكاع، قبل الدقيقه الاخرى يكون غاشي وكاع. ماغري جينا نحفوا بقاو ثلاث ايام للعيد والغاشي بزاف. ثم مملو كان جينا بالخميس ولا نهار قبل العيد ما تجيناش لا شونس باش نحفوا ماغري الغاشي بزاف حيكونوا. شهر اجتهد فيه الجزائريون في الطاعات والتقرب من الله، وها هم يقصدون محلات الحلاقة لاستقبال عيد الفطر في أحلى حلة.